يا منيش عليكم شموا الروائح اللي تلقنا له هدى اليوم في تويل اليوم صباحيه دوزام. ريحه العود القماري وريحه سرغينه ما شاء الله السرغينه اللي صوبتي لنا هنا صباحيه دوزام هي هذيك. فكما كتشوفوا اليوم التويل هو عنده علاقه بالبخور، البخور اللي ولا العطور ديال البخور اللي كنكونوا كنستعملوها، والمناسبات كل وحده فاش كتستعمل. يا سلام وكذلك في المخره كيفاش عامله هذا هو عقلتي اللي كنا البريد اللي كنا خدمنا به في راس العام، فيمكننا نخدموه كما قلت فوتوفور او لا نديرو مبخره. فاليوم غادي نشوفوا كما قلنا نقدموا لكم اولا الجديد في المبخرات، لان كنعرفوا بان هذا العالم ديال المبخرات كنا من قبل كانت المبخره البلديه اللي كبيره اللي من بعد تحولات المبخره ديال الكريستال كما كتشوفوا. هذه المبخرات ديال الكريستال اللي كما كتشوفوا كان على هذا الشكل هذا اولا ما كبر، اولا المبخره اللي كتكون مبخره معها المريشات ديالها اللي تحولات المبخرات اللي هما صغيرين، وكما كتشوفوا حتى الشكل ديالهم تبدل. فهنا غتقولي علاش المبخره صغيره لهذه الدرجه هذه؟ لان الطريف ديال العود اللي كنديروه كيكون كافي، وكذلك ما كتقبضناش البلاصه بزاف. وغنهضروا على الفخر اللي كنا كنستعملوا، وشنو هو الفخر اللي ولا دابا، وشنو هو اللي هو احسن. فاذا كما قلت لكم هذو المبخرات اللي ولاو كيمشيو بحال هكا ديلو ديال المبخره مع المريشات ديالها، كما كنشوفوا كذلك البلاطو اللي كيمشي مع المبخره، المصحاف، البواطه اللي كيكون فيها العود. وكما شفتوا هنا المبخره هما المبخرات الشرقيين، فهاد الشرقيين ما تيكونش عندنا ديالنا هما بحال هادو. اي حنا دي دائما خص تكون عنده القبه وكتكون مغطيه، والغطاتي ديالهم تيكون فيهم ثقيبات باش كيخليوا الريحه تخرج اللي هي مزيانه، بينما ديال الشرق ما كيكونوش نهائيا مغطيين. ومن هنا جات الفكره ديالهم، لان هادو لي بلاطو ماشي ديالنا، بلاطو شرقيين كنلقاوهم في تركيا، كنلقاوهم في الشرق اللي كيستعملوهم البلدي المغربي. ها انت دابا هضرتي المغربي، هو جميل جميل بزاف. وداكشي علاش انا قدمت لكم شويه ديال القديم وشويه ديال الجديد. فكنعرفوا بان احسن ما كاين في البخور هو العود، والعود بالثمن ديالو، وكنا هضرنا عليه وكنا وريناكم كيفاش يمكن لكم تعرفوا العود المزيان من العود اللي هو ماشي مزيان. وقلنا بان الثمن ديالو كيوصل شي مرات 800 درهم للغرام، يعني راه غالي بزاف. بينما كاينين بعض المرات كتلقى بحال دابا العود اللي هو كيكون مسقي، فهاد العود المسقي اشنا هو كتشم بعد الريحه ديالو زوينه الثمن ديالو رخيص بزاف على العود القماري. وهنايا كتكون هو داك الفتايت، لان ملي كيصايبوا العود كنعرفوا بان العود كياخذوا الطرف الكبار هما اللي كيكون الثمن ديالهم غالي، كيبقاو هما الفتايت هادو هما اللي كيتسقاو باش بالروح ديال العود، وكيخليوهم كيبس فيهم، وبالتالي كيبقاو هاد بحال هكذا كيتباعوا على هاد الشكل هذا. الريحه ديالهم جميله بزاف، ولكن ماشي بحال الريحه ديال العود ما توصل شي. كذلك عندنا العود اللي كيكون اولا البخور اللي كيكون على الطريقه ديال العود، هذه الغبره ديال العود اللي كتبقى حتى هي كتجمع يا اما بالزهر يا اما بالروح ديال الزهر يا اما بالروح ديال العود، وكيمشيو على هذا الشكل هذا بحال ضويمات صغيرين اللي كيبخروا بهم. يعني حتى حاجه ما تضيعش في العود باش يتهلس الفرات اللي كتستعملوا، والغبره حتى هي كتستعمل العود، كتستعمل الفتيت ديال العود كما كتستعملوا هذا الغبره ديال العود. كنعرفوا كذلك كاين العود اللي كيكون اولا الفتيت ديال العود اللي كيكونوا هذا البخور ديال الشرق كذلك، اللي كيكون مخلط فيه شويه ديال السقا ديال العود، فيه كذلك شويه ديال زوينه ريحته، كيكون فيه شويه ديال الشبه، وكيكون حتى هو كيجي مزيان. وهادو كاملين اشياء اللي كنستعملوهم كذلك باش كنحيدوا الريحه الكريهه اللي كتكون في الدار، لان كنعرفوا لان قديم كانوا الدور كيكونوا مشدودين بزاف، لهذا كان ديما الدار كتبخر. فكذلك شنو هي الاشياء اللي كانوا كيستعملوا الامهات ديالنا في البخور؟ هذا البخور اللي كنعرفوه عادي للريحه المزيانه، ولكن كاين البخور ديال بوغ ديزانفيكتي باش نحيدوا الميكروبات من الدار. ملي كانت الطفل او الطفله كيجيها البوحمرون، كانوا الامهات كيبخروا الدار، كيبخروها بالقرنفل، كيديروا القرنفل مع شويه ديال الشيح. دونك القرنفل مع الشيح كيعطي الريحه اللي مزيانه. كنعرفوا بان القرنفل سي ان ديزانفيكتو معقم، كذلك الشيح، وبالتالي الريحه كانوا كيبخروا كل نهار غير هما. اي الشيح بوحديته حتى هو تينفع تحيد الجراثيم اللي كاينين في الهواء، هذاك الشيء اللي تيحد من العدوى. هذاك الشيء اللي كاين. اذا كانوا بحال دابا الطفل اللي كيحطوه 40 يوم في الموضع ديالو بوحديته، كل نهار كانوا كيخرجوه من البيت، كيحلوا الشراجم، كيبخروا البيت باش كيحيدوا داك الميكروبات اللي كاين، وعاوتاني الطفل كيكون في سميتو. كنعرفوا كذلك الناس اللي كيكون فيهم الرواح، فالبخور ديال الرواح هو شنو؟ فليو.
بفليو، الناس اللي كيبخروا بالليكاليبتوس او بالفليوت هو كيعطي واحد الرشاقه للناس وكيهدنهم وكيرقيهم وكيحيد حتى ديك الجراثيم اللي كيكونوا كتنفسوها. نستعملوا فليو يابس ولا طري؟ لا الفليو اليابس كيعطي مزيان، لان الفليو ملي كيكون طري كيكون شابع ما، ملي كيكون شابع ما كيعطي واحد الريحه بحال الدخان، كيدير الدخان كيعطي نده ما كيجيش مزيان. باغ كونطخ لوكاليبتوس نقدروا نقطعوه من الشجر ونستعملوه. اكيد لوكاليبتوس يتقطع ويتستعمل اصلا ناشف. شنو كاين كذلك اللي كنا كنعقموا بها الدار هي الخزامه، حتى هي كانوا كيديروا الخزامه، كيديروها شويه ديال الخزامه في المجمر، واذا كنتوا كتعقلوا حنايا في الصغر كان ديما واحد المجمر صغير ما كاين لا مبخره لا والو، داك المجمرات الصغيرين وشويه ديال الفاغر ملي كتقلي الحوت او لا كتكون ريحه ديال الدار فيها ريحه البصله كتسجل اما شويه ديال صرغينه او الناس اللي كيكونوا كيديروا شويه ديال الشيح شويه ديال وكتكون الريحه جميله. كنت تشوي ولا شويه شي مره لا ملي كتسالى الشوا باش دير ريحه ديال صرغينه باش كتعطي الريحه اللي هي جميله. الوغ شنو اخر يمكننا ان نقولوا في هذا المجال هذا هو شنو هو الفرق ما بين البخور الا درناه على الفخر والبخور الكتريك؟ ها الريحه نهائيا ماشي بحال بحال، شكون احسن؟ البخور ديال الفخر. هنايا الفخر فين جا واحد الجديد، كاين الفخر اللي هذا هو داك حل كيعطي الريحه كتجيك شويه ديال ملي كيبدا البخور كيمشي شويه ديال الحروقه. هذا الفخر اللي ولا هذا الفخر الدوغي هو ديال العود، يعني ولو انك ديريه نهائيا ما كتجيكش الريحه ديال الفخر ملي كيتسالى، يعني الواحد من يمشي يقتني حتى هذا الفخر هذا يقول له خليك ديال العود ماشي الشيشه نهائيا. حتى بحال دابا الثمن بحال بحال ما كاينش واحد الفرق بيناتهم. ناخذوا الفخر ديال الدوغي. دونك هنايا شميتي سميره غندير لك واحد الطريقه ديال العود على الفخر ونخليك تشميه وغادي ندير لك على سميتو على شنو قلنا على الحاجه اللي هي شتي الريحه ديالو كيفاش كتجي مزيانه. هنايا ولاو دي بغيكي هما صراحه مزيانين بحال سورتو في الطوموبيل كتكون شي مرات الريحه خايبه. انا لا لوم سيغار مثلا ورا بحالو داك الشيء، غير هذا فيه الغاز كيكون كيتعمر بالغاز شي مرات كاين بزاف. بحال دابا انا هاد المعطرات هادو ما كنقدرش عليهم بزاف كيجوني مجهدين كثارين، باين ما عندكش معاهم حيت ما هضرتيش عليهم. الند حتى الند ما عندكش بعدا غير نفسرو شنو هو الند. الند حتى هو راه بحال هادو الغبره ديال العود اللي كيجمعوها مع شويه ديال مخلط معاهم شويه ديال البخور ديال الشرق لانهم عندهم بزاف البخور ديالهم في الشرق حتى انا ما كنقدرش عليه. بينما ولا الند اللي هو ريحته جميله بزاف هو الند ديال الخزامه او الند ديال الياسمين، ممكن لك تشعليه وتشمي ريحته، الريحه ديالو ممتاز وهذا كيصلح الاماكن اللي كتكون حتى حنا عندنا في الدار بحال اللي كنبغيو نحطوهم في الحمام او لا، كيعطي الريحه ديالو جميله. كذلك في المطبخ باش كيحيد لنا روائح اللي هي كارثه. الريحه زوينه ديالو. شنو قلنا غادي نديرو؟ ريحه روميه. ريحه روميه. دونك غادي نديرو هنايا شويه ديال العود وغادي نديرو على هاد المبخرة ديالت الضو وغادي تقولي لي تشوفي الفرق أسميرة بين المبخرات اللي كيكونوا يجازيك بخير هدى بعد عطرتي لنا بلاطو صباحية دوزام. دونك هادو كيكونوا عامرين بالغاز، غادي تشمي الريحة وغادي يبدا يخرج. لا علاقة لا علاقة. شتي الريحه ديالو كتجي بحال واحد الريحه هذا نفس العود نفس العود، شتي كيجي بحال محروق. بالتالي كنقولوا للسيدات هاد المبخرات ديال الضو راه كيخسروا الريحه ديال العود والريحه ديال هاد البخور اللي كتكون هي جميله. بالتالي نمشيو دائما لهاد لو شاربون او لا نرجعوا للتقليدي. التقليدي اللي كيكون رائع جدا لا في التساويل ديالنا لا في السماق ديالنا لا في التغذيه ديالنا كذلك. غادي نشوف هادشي مع سميره المبخرات موديرن. شتي دابا هادو بحال دي فوتوفور اللي حتى هما كتجي وفيهم درت انايا كتحطي بحال طبيصل وفيها الزبيونه وكتحطي فوق منها. المهم تستعملي الفخر تستعملي الفخر الداخل اكيد لان الفخر هو اللي كيعطينا ريحه جميله لهذا البخور ما كيخسرلوش ريحه. غير باش نعاودوا ناكدوا ملي ديروا البخور سورتو العود الا حطيتوه فوق الفخره وبدا كيتكتك بحال خارج له الزيت عرفوا بان هذاك راه هو العود الحقيقي. شكرا لكم من العود القمري والمعطرات البلديه التقليديه. غادي نمشيو نتكلموا في فقره التغذيه على الباذنجان.